استاذ جمال، نادي الزمالك يعني في حاله سكون بقالنا فتره. بدايه المشاكل هتبتدي من النهارده لما بتخصم من المدير الفني شهر، وبعدين انا اعلم تماما ان هو واخد فلوسه كلها بتاعت السنه، فهيتخصم منين؟ لما بتخصم من اللعيبه نص مستحقاتها، ف هنخش في مشاكل بقى ولا؟ ما اعتقدش ان الزمالك او مجلس اداره الزمالك فاضيين يخش في مشاكل، لانهم عندهم مشاكل يعني في حواديت تانيه، في حكايات تانيه. وبعدين يمكن جرب نادي الزمالك لما منع من الاعلام ولا من ده، الزمالك يعني المساله هديت فيه شويه. وانما انا شايف ان كان في رغبه عند مجلس بعض اعضاء مجلس الاداره ان هم جروس يمشي، كان في رغبه جامعه في المساله دي، وكانوا مرتبين على مدرب وطني يجيبوه، كانوا مرتبين ده كويس يعني. والرغبه دي موجوده طول الوقت، يعني موجوده طول الوقت، موجوده رايحه جايه رايحه جايه. بس كمان الراجل كان يعني ماشي كويس في الدوري. ما لسه هقول لك، ده لعب، ده فاز في 10 مباريات، تعادل في 2 وخسر واحده. فعشان كده هم يعني، انما في رغبه كبيره قوي ان حد يكمل مكان الراجل ده.